أهلا بكم من جديد. تعاني العديد من المؤسسات التعليمية من ضعف في البنى التحتية واكتظاظ في الفصول، خصوصا في الأحياء الهامشية للعاصمة الوسط. مدرسة الشيخ أحمد أبو المعالي إحدى هذه المؤسسات، فبالرغم من تشييدها قبل حوالي 15 عاما ما زالت تشكو غياب المستلزمات الأساسية. هنا مدرسة الشيخ أحمد أبو المعالي بحي الترحيل التابع لمقاطعة تجنين. الصورة من الخارج تتحدث عن فصول من الصفيح تبتلعها الرمال، فالمتوفر من الحجارة مكلف بمهمة تثبيت السقف. هنا باب المدرسة وقد بقي وحيدا بعد أن نالت عوامل التعرية مما كان ذات يوم سياجا. أما العلم فهذا كل ما تبقى منه. فلا عجب إذن أن يستظل التلاميذ بالأشجار في استراحتهم اليومية. الأطراف المترامية فيه ما فيها مدرسة قريبة منها، وهي أساسية وطالبين عنها إنذار الأحيار به اللي دائما اللصوص يدخلوها هنا يعدوا فيها إجرام ليلي، ويعدوا فيها هنا البنات اللي يأخذوا الدعميس يجبروا مشاكل، ودائما طبعا نطلبوا من الشرطة وطالبين عن الناس الحكومة عن تبنيها في أسرع وقت ممكن باللي بحاجة لها، بحاجة لها ضرورية، وطالبين من ترميمها أساسي للترميم فيها يدوا يقرأوا الماء أساسي والحيط أساسي والسنك أساسي والمقاعد أساسية، وتلاميذنا طالب عناية خاصة. في داخل الفصول فصول المعاناة متعددة. هنا نالت الأعطاب من سبورتهم فولوها ظهورهم إلى سبورة أخرى تبدو أحسن حالا، وهذا سقف فصلهم لا يقيهم برد الشتاء ولا يحجب حر الأيام القائضة. أما الجلوس فعلى مقاعد انتهى عمرها الافتراضي، ومن لم يجد مكانا يفترش الأرض، فالمقاعد ما بين محجوز بفعل الاكتظاظ ومتعطل بسبب انعدام الصيانة، لذلك يحلمون بمدرسة أحسن حالا وفي انتظارها يودعون الجدار أحلامهم. هنا مكتب المدير، كتب على الأرضية وطباشير تحفظ على طريقتهم الخاصة، وهنا كل المتوفر من المياه في المدرسة. فماذا عن أبرز مشاكلها؟ هي برقة، وفي المنطقة اللي ظروفها لنبتها ولا فيها الماء ولا فيها الضوء. إلين جينا الشهر الثالث نهاية مارس، معدل الناس التركة اللي تدوس يوميا في المدرسة 2 إلى 3، أما الأعراف أرقام خيالية به اللي تصور 70 يشير ولا 80 يشير نقل قسم من السن. الله يلطف. على مستوى تحضيراتنا نحن هون المدرسة فتبارك الله ماشية على قدم وساق، والإدارة الجهوية ما هي باخلتنا شيء. مدرسة الشيخ أحمد أبو المعالي بحي الترحيل التابع لمقاطعة تجنين رأت النور قبل سنوات، لكنها بحاجة إلى يد الترميم والأمن كما يقول أصحابها، فآباء التلاميذ هم من يتولى مهمة الصيانة دائما. مشاكل كثيرة يعاني منها قطاع التعليم في موريتانيا، من أبرزها ضعف البنى التحتية والاكتظاظ داخل المتوفر من الفصول، وتعد هذه المدرسة مثالا حيا على ما وصل إليه الحال، ويطالب أصحابها بلفتة عاجلة لانتشالهم من واقع يقولون إنه لا يخدم التعليم كثيرا. عبد الله للناهي الساحل تي في نواكشوط.